جمعية مغرب إنقاذ أنتم لهم. السلام عليكم، أنا أم جاد المحمدي، جيت من مدينة الداخلة، جيت باش نقدم الشكر لجمعية مغرب الإنقاذ، بخصوص أن ولدي كان زاد قبل الوقت ديالو، كان عنده مشكل في التنفس ديالو، وكان شرب ليا ميكروب، وكان الوزن ديالو صغير، وبقى واحد المدة طويلة، مدة 25 يوم هو في الإنعاش، والحمد لله جيت عند الجمعية تكلفت ليا بكل شيء، وجيت نشكرها بزاف بفضل الله وبفضل الجمعية، أن ولدي الحمد لله راه بخير. دابا ولدي جاد عنده 2.5 الحمد لله، وجيت نشكر الجمعية مغرب الإنقاذ اللي فواحد الوقت أنا ما لقيت حتى شي واحد سوى الجمعية اللي وقفت معايا وتكلفت ليا بولدي، وكنشكرها بزاف جمعية مغرب الإنقاذ. شكرا. Association Maghreb Secours. Aidez-nous, aidez-les.